بوجه الله نستعين مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء. تتواصل التحديات، تتواصل الانطلاقات ضمن فعاليات هذا المهرجان، مهرجان جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة من هنا من عاصمة ميادين السباق الوثبة التي تحتضن هذا المهرجان وتحتضن هذه التحديات وترحب بهذه الشعارات المشاركة، شعارات أبناء القبائل والشوطين 18 للحول المهجنات الأصايل من مسافة 6 كيلومترات، المسافة الخاصة بالطفح. إذا بداية مع المركز الأول مع المايدية للسيد سالم بن رضعي بن غدير الاكتبي من يقدم لنا المايدية مع المركز الأول، بينما المركز الثاني الزود تنطلق مع ثاني المراكز السيد علي بن سالم بن سعيد العامري يتواجد الآن مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث المركز الثالث تتقدم الشاهنية عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنالك شقرة عبد الله بن الصغير بن خليفة بن حمد الاكتبي من يحتل المركز الرابع. المركز الخامس وصلت الشاهنية سلطان بن ضاحي بن سلطان الحميري مع المركز الخامس، بينما المركز السادس دستور المنطلقة مع سادس التحديات خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، بينما المركز السابع مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء غلا للسيد سيف بن سعيد بن سيف المشغوني ينطلق الان مع المركز السابع. المركز الثامن وصلت الواصله، انطلقت الواصله سالم بن سعيد بن محمد الجربوعي المري القادم مع المركز السابع، بينما المركز الثامن شعار بن شريم القادم الظبي لاهوم بن طالب بن محمد بن شريم المري يتقدم الان مع المركز الثامن، بينما المركز التاسع مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء هذا الشعار السعدون القادم مع تاسع التحديات رياض بن ثامر بن سليمان السعدون يقدم طموح مع المركز التاسع. المركز العاشر هنالك 10 تحديات مع جميلة وراشد بن سالم بن راشد بن سعيد المزروعي ينطلق الآن مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء للعشرة الأسماء الأولى، والختام كان مع بالرقراقي مع المركز العاشر. نعود إلى مقدمة الشو، نعود مع المركز الأول الاندفاع الأول، لا زال شعار بن ضعيف مع مقدمة الشو مع المركز الأول. المايدية لها إنجاز ولها صولات ولها جولات اعرفها جيدا، تنطلق الان مع المركز الاول. سالم بن ضعيف بن غدير الاجتبي على مقدمه الشوط على المركز الاول، ولكن من غيرت الان من تنافس المايديه على مقدمه الشوط هنالك شقره عبد الله بن الصغير بن خليفه بن حمد الاجتبي على المركز الاول في هذه اللحظات. المركز الثاني هنالك المايديه مع سالم بن ضعيف بن غدير الاكتبي من تحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث الزود القادم الزود المنطلقة علي بن سالم بن سعيد العامري. ثلاثة أسماء، ثلاثة شعارات مميزة، ثلاثة أسماء غنية عن التعريف على مقدمة الشوط تتصارع وتبحث عن ذلك الناموس المميز. الثلاثة الأسماء المنطلقة في هذا المسار وفي هذا التحديات، نتابع ما بعد الثلاثة الأسماء الأولى، وهنالك بن شريف القادم لاهوم بن طالب بن شريف المري يقدم الظبي مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك الشاهنية سلطان بن ضاحي بن سلطان الحميري من يقدم هذا الاسم وهذه السلالة العريقة الغنية عن التعريف، السلالة الشاهنية. المركز السادس تقدمت الآن وصلت الواصلة سالم بن سعيد بن محمد المري مع المركز السادس، بينما المركز السابع هنالك طموح لسيد رياض بن ثامر بن سليمان السعدون يتقدم الى مع المركز الثامن ام السابع في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن هنالك من الجانب الايمن غلا ومرحبا بك يا غلا سيف بن سعيد بن سيف المشغوني ينطلق الى مع المركز التاسع، بينما المركز العاشر هنالك مشاهدينا متابعينا الكرام تنطلق الان
دستور لسيد خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي مع المركز العاشر. هذه النتيجة وندائنا الثاني لمسيرة هذا الشوط، لمسيرة الحول المهجنات الأصائل. لكن العودة مع مقدمة الشوط، مع الثلاثة الأسماء التي تنطلق مع مقدمة الشوط، التي تتربع على عرش المقدمة وعرش الصدارة وعرش التحديات. المايدية 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 وشقرة شقرة والمايدية، وأيضا هنالك الاسم المنطلق من الجانب الأيمن مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، الزود الزود القادمة، الزود المنطلقة، الزود علي بن سالم بن سعيد العامري. ولكن المايدية المايدية وشعار بن شريم قادم، ينضم إلى قمة التحديات، ينضم إلى التحديات. وهنا مع المركز الرابع السعدون قادم أيضا، وهنالك الشاهنية سلطان بن ضاحي بن سلطان الحميري. ولكن مقدمة الشوط لا زالت المايدية، لا زالت المايدية مع المركز الأول سالم بن رضعي بن غدير الاكتبي، لا زال متفوقا مع هذا الانطلاق. ولكن وصل السعدون، وصل السعدون، شعار الانجازات، شعار البطولات يتقدم الان مع المركز الثالث. وايضا هناك ابن شريم من الجانب الايمن مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، وشقره، شقره الحلوه، شقره الجميله تتواجد مع المركز الثاني. عبد الله بن الصغير بن حمد الاكتبي مع المركز الثاني. المركز الثالث هنالك طموح للسيد رياض بن ثامر السعدون يتقدم الان مع المركز الثالث. المركز الرابع الظبي لاهوم بن طالب بن محمد بن شريم المري. ولكن المايديه لا زالت صامده، صامده مع المركز الاول، صامده مع مقدمه الشوط. طموح لها طموح ولها راي اخر في مسار هذا الشوط. انطلقت طموح، امال امال وطموح ابناء المملكه العربيه السعوديه مع هذا الشعار، مع شعار السعدون الممثل، الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية، أحد نجومها، أحد أبطالها. يتقدم الآن الرياض بن ثامر بن سليمان السعدون مع طموح، طموح مع مقدمة الشوط بدون أي أوامر، بدون أي أوامر أو شبه أوامر تذكر على مقدمة الشوط. وصالح بن بطشان اليامي من يقدم هذا الاسم، صالح اليامي من يقدم هذا الاسم. المركز الثاني تحركت الظبي، انطلقت الظبي لاهوم بن طالب بن محمد بن شريم ابناء المملكه العربيه السعوديه مع المركز الاول والثاني بن شريم والسعدون، السعدون وبن شريم، الناموس واحد. الله الله، انطلق الطموح، طموح على المركز الاول، الرياض بن ثامر بن سليمان السعدون على المركز الاول، شعار المملكه العربيه السعوديه، الناموس للمملكه، الناموس للمملكه على هذا الفوز والانتصار. طموح رياض بن ثامر بن سليمان السعدون، وسلام للسعوديه، سلام على هذا الفوز والانتصار. لحظات وصول طموح للسيد رياض بن ثامر بن سليمان السعدون، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت الظبي لاهوم بن طالب بن محمد بن شريم المري. المركز الثالث شقرة عبد الله بن صغير بن خليفة بن حمد الاكتبي. المركز الرابع، المركز الرابع المايدية للسيد سالم بن ضعيف بن غدير الاكتبي. وخامس المراكز احيلها الى لجنة الخط والتحكيم. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا تهانينا والناموس لمالك طموح رياض بن ثامر بن سليمان السعدون على هذا الفوز والانتصار. هنا لحظات الإعادة، لحظات الفوز والانتصار مع المخرج العزيز أسامة الهواري من يتابع هذه التحديات ويلتقط اللقطات الجميلة لمسار الشوط السابق. تهانينا والناموس للسعدون على هذا الفوز والانتصار. بلغت سرعتها 50 كيلومتر في الساعة، ما شاء الله تبارك الله، انطلاق مميز وموفق لطموح ملك رياض بن ثامر بن سليمان السعدون. 9 دقائق 34 ثانية، 5 أجزاء من الثانية هو توقيت طموح. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت الظبي لاهوم بن طالب بن محمد بن شريم المري، من وصلت مع المركز الثاني 9 دقائق 36 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث بتوقيت 9 دقائق 39 ثانية وجزئين من الثانية هو توقيت شقرة عبد الله بن الصغير بن خليفة بن حمد الاكتبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.